بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة نهاية الأسبوع، ولكن ما زالت الكواليس والأحداث الرياضية فيها جديد، وكل ساعة دايما في خبر جديد، والسوشيال ميديا في تفاعل كبير جدا على أخبار النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية. قلت لكم بالتأكيد احنا في شهر يناير بنتكلم في ملفات كثيرة وعديدة، بنتكلم في الانتقالات الشتوية، الميركاتو، تدعيم قائمة الفريق في البطولة الإفريقية، دور الأبطال، قبل كل ده التحضير لكأس العالم للأندية، في ورش عمل وفي اجتماعات عديدة ومهمة داخل النادي الأهلي بالنسبة للتحضير خلال الفترة اللي جاية. وإحنا هنا دورنا دايما بنبقى حق التصد أمام أي محاولات للنيل من النادي الأهلي، وفي نفس الوقت الدفاع عن حقوق النادي الأهلي، حقوق النادي الأهلي فقط، أي أمر تاني ملناش حق فيه بالتأكيد مش هنقدر نتكلم عليه. وفي النهاية بالتأكيد بنتمنى التوفيق بشكل عام للكرة المصرية، وفي ظهر التحكيم المصري، طالما التحكيم المصري إن شاء الله في إطار التطوير هنبدأ أو نفضل في ظهره، ومش هنسمح دايما بأي خروج عن النص ضد التحكيم المصري خلال الفترة الجاية. الأخطاء واردة دايما في الملاعب، ولكن أهم حاجة كرامة الحكم المصري والتحكيم المصري تفضل محفوظة أمام كل الأوساط القروية سواء في مصر أو خارج مصر. نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم، وزي ما أنتم متعودين معانا حلقتنا النهاردة والسؤال هيكون متعلق بمباراة الأهلي والمصري. عايز أعرف توقعات حضراتكم لنتيجة مباراة الأهلي والمصري غدا، ومين ممكن يسجل الأهداف. تقدروا تشاركوا معنا عبر صفحاتنا على السوشيال ميديا، عبر الفيسبوك وتويتر وإنستجرام. وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من توقعات حضراتكم على نتيجة هذه المباراة، ومين ممكن يكون صاحب الحظ في إحراز أهداف لصالح النادي الأهلي. لكن بسرعة نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي، الفريق يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة المصري، وكمان شركة الكرة تبحث بيع حقوق الأهلي في المونديال. وفي الترند العالمي، إقالة رئيس الاتحاد الفرنسي بعد إهانة زيدان. موضوع رئيس الاتحاد الفرنسي ده مهم جدا، يا ريت الناس تتعلم يعني ايه اساطير واحترام الأساطير والرموز. نروح لاستعراض مباريات اليوم النهاردة في جولة جديدة، الجولة 13 من مباريات الدوري المصري. طبعا الساعة 3 إلا ربع بدأت مباراتين ويمكن انتهوا منذ لحظات قليلة. سموحة فاز على طلائع الجيش 2-1، والمباراة القوية والمثيرة الداخلية والبنك الأهلي انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3. الساعة 7 من مساء اليوم في مباراتين أيضا في توقيت واحد، الاتحاد السكندري بيستضيف الزمالك، وفيتشر بيستضيف بيراميدز. طيب نروح لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية والمباريات الأوروبية. الساعة 10 إلا ربع من مساء اليوم، نوتنغهام فورست بيستضيف ويلفرهامبتون، والساعة 10 ساوثهامبتون بيستضيف مانشستر سيتي. كأس السوبر الأسباني، وطبعا مباريات كأس السوبر خلال الساعات اللي جاية هتبقى مباريات قوية جدا. الساعة 10 من مساء اليوم ريال مدريد هيلعب مع فالنسيا. متابعة ومشاهدة ممتعة بإذن الله لكل متابعي الكرة المصرية أو حتى الكرة العالمية. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع لفقرة الأخبار والكواليس والمعلومات الحصرية في فقرة ترند الترند، ولكن بعد الفاصل. زي ما أنتم شايفين معنا بالتأكيد طبعا الفيديو التقديم الخاص بصفقة مروان عطية، أحدث الوجوه المنضمة للنادي الأهلي خلال الساعات الأخيرة. نجم نادي الاتحاد السكندري تواجد بالتأكيد في النادي الأهلي بالأمس، وأجرى بالتأكيد الكشف الطبي، وقام بجلسة التصوير الخاصة بالإعلان عن صفقة مروان عطية، اللي إن شاء الله بإذن الله هيكون مع النادي الأهلي لمدة 4 سنوات ونصف خلال الفترة اللي جاية. تعاقد جديد، صفقة جديدة، نتمنى له التوفيق يا رب. وكمان على طول بقى بدأ الشغل، والنهاردة هو مروان عطية في تدريب فريق النادي الأهلي صباح اليوم في ملعب مختار التتش بالجزيرة. إذن حتى الآن النادي الأهلي أنهى وضم 3 صفقات جديدة وتدعيمات قوية لفريق النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية. محمد كريستو اللاعب التونسي، خالد عبد الفتاح الظهير الأيمن، ومروان عطية. وما زال بالتأكيد هناك اتجاه لإبرام العديد من التدعيمات لدعم قائمة الفريق خلال الفترة اللي جاية لمواجهة الضغط بالتأكيد الكبير اللي جاي بالنسبة لفريق النادي الأهلي. قدامكم طبعا ده جانب من التدريب الصباحي واستقبال لمروان عطية. طبعا يمكن ده استقبال معروف ومتبع دايما مع أي لاعب جديد بينضم للفريق أو أي صفقة جديدة،
حتى لا قدر الله لو في لاعب مصاب وعقد بعد فتره من الاصابه في مناسبه عيد ميلاد، فبتبقى كده يعني ايه جرى العرف، بيكون في تقليد كده معين في ملعب التتش بالجزيره. باذن الله يا مروان تكون صفقه قويه تفيد النادي الاهلي، ومن خلال النادي الاهلي ان شاء الله كمان يبقى في تالق وتظهر بشكل رائع وتكون اضافه كمان لمنتخبنا الوطني يا رب باذن الله. ان شاء الله يمكن الفريق النهارده انهى التدريب الاساسي والرئيسي صباح اليوم، والفريق تحرك الى برج العرب في الاسكندريه استعدادا للدخول في معسكر قبل مواجهه المصري غدا ان شاء الله. مارسيل كولر النهارده عمل محاضره بالفيديو للاعبين قبل انطلاق المران، اتكلم فيها عن النقاط الفنيه وشرح بعض النقاط الفنيه استعدادا لمباراه المصري. وقدامنا على الشاشه يمكن محمد عبد المنعم طبعا لسه بيواصل التدريبات التاهليه. محمد كان عنده اجهاد عضلي، مفيش اصابه الحمد لله، ولكن في اجهاد عضلي بالنسبه لمحمد عبد المنعم، والجهاز الطبي بيتعامل بشكل تحفظي شويه في مساله جاهزيه محمد عبد المنعم، وفي تنسيق تام وكامل مع الجهاز الفني بقياده مارسيل كولر. الكل عارف ان الفتره الجايه فيها ضغط ماتشات رهيب جدا، فانت لو استغنيت عن محمد عبد المنعم، استغنيت مثلا عن حمدي فتحي مباراه او اتنين، انا بعمل ده عشان اكسبه الفتره اللي جايه، مش فكره ان انا اللعيب حتى لو في جهاد بسيط ادخله في الماتشات عشان اقدر اجمع اكبر قدر من النقاط. طب ما هو على المدى البعيد انا ممكن اخسر لعيبه مهمه جدا في الفتره الجايه وانا داخل على زحمه ماتشات كبيره في يناير وفبراير، ولسه كمان ماتشات دوري ابطال افريقيا لما تخش خلال الفتره اللي جايه. طيب النهارده كمان المدير الفني يمكن عقد اجتماع مع اللاعبين على هامش المران، واتكلم فيها على مباراه المصري، وكمان مارسيل كولر يمكن في اجتماعه مع اعضاء الجهاز الفني وفي حضور الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره ناقشوا بعض الامور الفنيه والاداريه بالنسبه للمرحله اللي جايه. اكيد انت عندك القائمه الافريقيه لازم تستكمل العدد قبل 31 يناير، وفي نفس الوقت انت بتحضر للقائمه النهائيه وارسلت القائمه المبدئيه يوم 9 يناير، وبتشتغل على اختصار القائمه قبل 30 يناير، لكن في كل الامور الاداريه دي انت اكيد عندك اجتماعات وبتحضر لمباريات الدوري في ظل المنافسه القويه. احنا دلوقتي في الصداره ب 30 نقطه، يلي الاهلي على طول فريق فيوتشر، يمكن داخل بشكل قوي في المنافسه، وخلال الايام القادمه هتبقى المنافسه قويه جدا ما بين الاهلي وفيوتشر على صداره الدوري. الجهاز الفني واللاعبين زي ما استعرضت معاكم كان في ترحيب بمروان عطيه، وكان في تدريبات بدنيه وفنيه متنوعه تحت اشراف كولر، وفي الختام كان في تقسيمه مصغره بين اللاعبين زي ما انتم شايفينها على الشاشه. يمكن دي التقسيمه المصغره، ويمكن معروف دايما ان ليله المباراه ما بيكونش فيه تقسيمه قويه او حمل بدني عالي في ظل ان انت عندك مباراه على طول بعد 24 ساعه. قدامنا كهربا، قدامنا كريستو، قدامنا السوليه، احمد عبد القادر، حمدي فتحي بالمناسبه انا شايفه اهو في التدريبات الجماعيه، محمد الشناوي، حمزه علاء، علي لطفي، مصطفى مخلوف. عايز أأكد لكم يمكن تم التنسيق مع منتخب الشباب بقيادة الكابتن محمود جابر بشأن مصطفى مخلوف، يمكن مصطفى مخلوف حارس مرمى منتخب مصر للشباب وعنده استعداد لكأس أمم إفريقيا اللي هتنظمها مصر إن شاء الله في منتصف فبراير لأوائل مارس، فالأهلي قد يستعين بمصطفى مخلوف كحارس ثالث في كأس العالم للأندية مع الشناوي وعلي لطفي، نتيجة طبعا كلنا عارفين إصابة مصطفى شوبير اللي هتمنعه بالتأكيد عن التدريبات والمباريات حتى نهاية الشهر وأوائل شهر فبراير المقبل. فبالتالي كل الأمور بيتم التنسيق ليها بشكل كويس جدا. قدامكم على الشاشة يمكن ده جانب من تدريبات حراس المرمى مع ميشيل يانكون، قدامنا هو حمزة علاء واقف في المرمى، تحركات اهو مصطفى مخلوف كمان بيتمرن هو وحمزه علاء في المرمى، ويمكن بيساعد في التدريب علي لطفي مع ميشيل يانكون، وكان على الجانب الاخر محمد الشناوي الحارس الاساسي واقف في التقسيمه. طبعا مصطفى مخلوف من الحراس الواعدين، وكلنا عارفين كمان حمزه علاء طبعا من الحراس الواعدين، وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي عنده اكتر من حارس مستقبل لحراسه مرمى النادي الاهلي خلال الفتره الجايه، شوبير، حمزه علاء، كمان مصطفى مخلوف، وكل التوفيق يا رب للنادي الاهلي في مباراه المصري غدا، ومهم جدا للانتصار والثلاث نقاط لتوسيع فارق النقاط عن اقرب المنافسين فيوتشر اللي موجود في المركز الثاني، وعنده النهارده مباراه مهمه جدا مع بيراميدز. بيراميدز هيخش في المنافسه يا اما يفوز فيوتشر، وبيراميدز يبتعد تماما عن المراكز الاربعه الاولى. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع لسه عندنا اخبار وكواليس ولسه عندنا ملفات مهمه جدا في برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد. طيب الفقره اللي هتكلم فيها دلوقتي فيها تفاصيل وفيها كلام مهم جدا
بخصوص ملفات احنا امبارح اتكلمنا فيها، ويمكن ما عداش ساعتين ثلاثه وكل اللي قلناه امبارح في برنامج الترند حصل على ارض الواقع، وكل معلومه قلناها تمت بشكل رسمي وتم الاعلان عنها بشكل رسمي. ايه هي المعلومات وايه هي التفاصيل؟ امبارح قلت على موضوع مباريات الدوري والاحداث التحكيميه وبعض القرارات اللي البعض بيحاول يعمل عليها حالات جدليه، وقلت وقتها ان مارك كلاتنبرج في اجتماعه مع مجلس اتحاد الكوره برئاسه الاستاذ جمال علام اكد ان هدف الداخليه في مرمى الزمالك سليم تماما وما فيهوش اي مشكله، والراجل اعترض على فكره ان حد بيتكلم على ايقاف حكام وشايف ان الامور ماشيه بشكل كويس جدا. ده كلام مارك كلاتنبرج، انا بنقل المعلومه. وبالمناسبه احنا هنا مش بنتكلم على حالات تحكيميه سواء لطرف ضد طرف، لا، الاخطاء التحكيميه وارده وبقوه، وهتفضل دايما الاخطاء التحكيميه موجوده في الكوره على طول، مش هتختفي. وممكن النهارده الحالات التحكيميه تبقى ضد الاهلي، ممكن بكره تبقى مع الاهلي ضد الاهلي، ده هيفضل دايما موجود. ولكن دعونا نتفق على حاجه واحده بس، ايه هي؟ ان احنا لازم دايما نحافظ على كل عناصر المنظومه الرياضيه وعلى راسها التحكيم المصري. يعني اهم عنصر في المنظومه الرياضيه التحكيم المصري. ممكن نتفق نختلف على حالات تحكيميه، ولكن كلنا لازم نتفق على حاجه واحده، الاحترام الكامل للحكم المصري، التقدير الكامل لمنظومه التحكيم في مصر بشكل كبير جدا، لان المنظومه دي لو حصل فيها اي اتجاهات اخرى المنظومه كلها الرياضيه هيبقى فيها مشاكل، مش منظومه التحكيم بس، كلها هتنعكس على بعضها. وكمان اكدنا امبارح وقلنا ان مفيش حكم تم ايقافه، لان مفيش اخطاء فنيه تستدعي الايقاف اللي البعض كان بيحاول يوهم بيه الراي العام ويقول فيه ايقاف للحكام. وسبحان الله برضو بعدها باقل من ساعات قليله طلع قرار رسمي وخرج اعلان رسمي من قبل الجامعه التونسيه ان طاقم تحكيم مصري هيدير مباراه النجم الساحلي والترجي التونسي بكره ان شاء الله في ملعب رادس، وطاقم التحكيم بقياده امين عمر ومعاه يوسف، معاه سمير جمال ويوسف البساطي، وكمان معاه حكم رابع محمود ناجي. يعني معظم او ثلاثه من الاربع حكام اللي كان عليهم جدل كبير جدا تم اختيارهم وتكليفهم بهذه المباراه. وبالمناسبه هذا الاختيار ليس له علاقه بالاتحاد الافريقي، ده اختيار ما بين الاتحاد التونسي والاتحاد المصري. الاتحاد التونسي عايز يجيب طاقم تحكيم على اعلى مستوى وافضل طاقم تحكيم في مصر فاختار امين عمر، والاتحاد المصري بالتاكيد ثقته في التحكيم المصري كبيره جدا فكلف طاقم التحكيم، والطاقم سافر النهارده وهيكون بكره في اهم واكبر مباراه في الدوري التونسي حاليا، الترجي التونسي والنجم الساحلي. طيب مارك كلاتنبرج امبارح خرج في فيديو واتكلم على الحالات التحكيميه لاكثر من مباراه، مباراه الاهلي وانبي، مباراه الداخليه والزمالك. تعالوا نشوف كلاتنبرج قال ايه، لان عندي تعليقات مهمه جدا ولسه في كواليس ثانيه بخصوص هذا الموضوع. Hello and welcome to this video, which is created by the refereeing committee, which shows refereeing incidents for the Egyptian Premier League, the Egyptian Cup, and the League Cup. بص دي لحظة البوينت هجيبها لك بقى وهي ماشية، دي لحظة البوينت اهو، اهي ايده اهي، كمل لا هثبت لك كمان ايده اهي، ارجع ارجع بس ايده ايه ده اهي طالعة بره اهي 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 يا حبيبي ريده راجع لورا مفيش ضربة جزاء. طيب زي ما انتم شفتوا بالتأكيد المحادثة اللي ما بين وائل فرحان والكابتن محمود البنا بخصوص ضربة جزاء، لا مش ضربة جزاء بالتأكيد. مارك كلاتنبرج اكد زي ما انتم شايفين بالتاكيد من خلال هذا الفيديو اللي اتعرض امبارح على صفحه اتحاد الكوره ان الهدف او ضربه اللعبه دي ما فيهاش اي ضربه جزاء، وان لمسه اليد ما فيهاش اي ضربه جزاء. وبالتاكيد فكره ان البعض يحاول يصور ان في ضربه جزاء، لا خالص. هقول لكم اكتر من كده كمان، امبارح كان في اجتماع اونلاين ما بين الحكام مع مارك كلاتنبرج، وفي الاجتماع اللي تم عن طريق زوم مارك كلاتنبرج قبل ما بيبدي وجهة نظره في الحالات التحكيمية بيسمع رأي الحكام في اللعبة، كل الحكام الموجودين في جلسة الزوم بيشوف رأيهم إيه، وحصل تصويت. عايز أقول لكم أكتر من 60% كانوا شايفين إن هذه اللعبة لا تستحق ضربة جزاء، يعني الحكام اللي بيديروا مباريات في الدوري ما اتفقوش بس مع رأي محمود البنا، لا ده إحنا بنتكلم ما يقرب من حوالي لو 10 حكام موجودين في الاجتماع
بنتكلم ست سبع حكام اتفقوا ان ما فيهاش ضربه جزاء، وبالتالي اللعبه فعلا ما فيهاش ضربه جزاء. ونفس الشكل ده على فكره كان موجود في مباراه الاهلي وبيراميدز، والحكم البولندي اللي ادار نهائي كاس العالم كان متفق مع نفس اللعبه وما حسبش ضربه جزاء. بس الفرق ان في مباراه الاهلي وبيراميدز الحكم البولندي اللي موجود على تقنيه الفي ار ما عملش مشكله، فعلى طول ادى كونفيرم للحكم ان اللعبه ضربه ركنيه وما فيهاش ضربه جزاء. لكن مباراه الاهلي وانبي حكم الفي ار كابتن وائل فرحان شاف ان ممكن في رد ضربه جزاء، وبالتالي في بعض الحالات التحكيميه تقنيه الفي ار الحكم دوره حاجه واحده بس، ان هو يستدعي الحكم لو شايف المستند اللي قدامه اللي هي الصوره اللي انتم شايفينها دي بنسبه 100% فيها ضربه جزاء، لو عندك شك 1% ما تستدعيش حكم المباراه. ليه بقى؟ عشان ما تعملش حاله جدليه. ودي الرساله اللي قالها كلاتنبرج واللي بتتقال دايما في كل المحاضرات من المحاضرين سواء في الاتحاد الافريقي او الاتحاد الدولي. حكم الفي ار ما يجيبش حكم الساحه الا لما يكون قدامه حاله واضحه وضوح الشمس 100% ضربه جزاء هاته، شاكك 1% ما تجيبوش. وده اللي الحكام كانوا بيتكلموا فيه امبارح، اكتر من 6-7 قالوا الكوره ما فيهاش اي حاجه، وبالفعل القرار كان سليم جدا من الكابتن محمود البنا. نكمل مع بعض ونشوف راي كلاتنبرج كمان في باقي الحالات. كمل. لا هثبت لك كمان ايده هيرجع بس انا شايف ايده ايه ده اهي طالعه بره اهي اهي يا حبيبي ريده راجع لورا مفيش ضربه جزاء. The referee played on after the ball hit a defender in the arm while challenging his opponent inside the penalty area. The VAR reviewed the handball and requested the referee to an on-field review, which the referee kept his original decision. I agree that this is not a handball offence, as even though the ball hit the arm of the defender, the ball came from a short distance with his arm in a natural position and not making his body bigger. The VAR should not have recommended an on-field review for this offence. الفار بيشيك يعني المدافع ما تاثرش انا وقف ماشي انا وقف على كده الفار بيشيك على اللعبه دي هو جريته واحده جول هذا رايه جول هاتوا يشيك عشان تداخل تدخل حدى مصباح معاك ايوه يا حبيبي الهدف سليم لو انت محتاج تيجي تشوف عشان في تشوف تدخل ولا لا اطلع انا شايف الهدف سليم لو انت محتاج تطلع تشوف تدخل تمام يعني سليم مصباح صح اه انا شايفه سليم سليم The assistant referee raised his flag for offside after a goal was scored. The VAR checked the incident and recommended to change the decision to a goal as the VAR agreed that the player who was in an offside position did not interfere with the defender. I agree that this is a goal as it is not an offence to be in an offside position unless the player who is in an offside position touches the ball, prevents the defender from playing the ball, clearly attempts or makes an action to play the ball which impacts on the defender's ability to play the ball. In this phase, the defender is too far away from the attacker to be impacted and would not have played the ball. Referee awarded a penalty after two players challenged for the ball inside the penalty area. The VAR reviewed the incident and agreed with the referee's decision. I agree that the defender trips his opponent with his trailing leg without playing the ball after the attacker turned him inside the penalty area. طيب دي الحالات التحكيميه، وزي ما كنت باكد بالتاكيد على راي مارك كلاتنبرج في الاجتماعات اللي تمت مع الحكام، والفيديو خرج بالامس في مساء الامس، وده تاكيدا لكل اللي قلناه امبارح. في نقطه بس جدليه في مساله التداخل مع المنافس او اللاعب المنافس، مش عايز اقول الخصم يعني، لان احنا بنلعب في النهايه كوره ورياضه، فدي منافسه ما فيهاش خصومه يعني. التداخل ليه اكتر من معنى،
لان انا عارف ان الحاله دي يمكن فيها اراء جدليه كتيره رغم ان القرار واضح جدا. انا مش حكم ولا كنت حكم ولا هبقى حكم، انا راجل صحفي اعلامي بشوف قانون اللعبه بيقول ايه. ليه مارك كلاتنبرج قال اللعبه دي هدف؟ وهذكر كمان نقطه مهمه جدا بس بعد ما اقول ليه كلاتنبرج قال هدف وليه ناس كتيره اتفقت معاه في نفس الراي. التداخل مع اللاعب المنافس على النحو التالي طبقا للقانون، واللعبة انتوا شفتوها وشفتوا المدافع لا وقف ولا ترقص كده ولا راح كده، راح على نفس اتجاه الكورة، ما حصلش معاه أي حركة تثبت إن هو اتأثر بأي تداخل. ليه بقى؟ التداخل مع اللاعب المنافس بتكون على النحو التالي، عشان تحسب إن هنا في تداخل ويبقى في تسلل، لازم يكون في تصرف واضح مما يؤثر بوضوح على قدرة اللاعب المنافس في لعب الكرة. يعني المهاجم اللي الكرة كانت رايحاله وحاول يوصل لها ومعرفش ووقف، هل المدافع وقف ولا بنفس جريته فضل بيجري لغاية ما حاول يلحق المهاجم التاني بتاع فريق الداخلية؟ ما تأثرش وفضل على نفس السبرينت اللي بيجري بيه، ما حصلش أي تداخل ولا تأثر حتى باللاعب المتسلل. وبالتالي التداخل مع اللاعب المنافس عشان يتحسب تسلل لازم يكون فيه تصرف واضح، وقيام المهاجم بتصرف واضح يؤثر بوضوح على قدرة اللاعب المدافع في لعب الكرة، وده ما حصلش وبالتالي الهدف سليم. طيب الجزئية الأخيرة في هذا الموضوع، في جروب معمول للمحاضرين الأفارقة وفي عليه عدد كبير جدا من الحكام الحاليين الدوليين أو المحاضرين السابقين أو المحاضرين الموجودين في الاتحاد الإفريقي. مش عارف ليه الكابتن عصام عبد الفتاح زعل وقال اللي انا قلت، وده خبر كتبته واتكلمت فيه امبارح، ان انا قلت ان الاتحاد الافريقي او لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي قالت ان الهدف ده سليم. انا ما قلتش لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي، انا كتبت نصا قلت المحاضرين الافارقه خبراء اللعبه او خبراء التحكيم في الكره الافريقيه، انا كاتب نصا كده، ما قلتش لجنه الحكام، قلت حاله كانت موجوده واتناقشوا فيها واتعمل فوت. ومعروف ان لجنه الحكام في الكاف او في الفيفا من خلال البورد لما بتحط لهم حالات تحكيميه وبيحصل فوت وبيحصل تصويت عليها الناس بتقول ارائها، عشان الكلام يبقى مصدق، عشان انا ما بقولش اي معلومه مرسله، والكابتن عصام النهارده اتكلم باسلوب وبطريقه لا تصح، ولكن انا مش هرد عليه بنفس الاسلوب. يا كابتن عصام، في 15 خبير دخلوا علقوا وادوا تصويت على اللعبه، شوف انا بقول لك بالعدد 15 واحد، 11 قالوا الكره هدف، 4 قالوا الكره تسلل، ومن ضمن الاربعه كان حضرتك. وبعدين حضرتك لو قلت تسلل زعلان ليه؟ انا قلت اللي حضرتك قلت تسلل، ما في حكام ومحاضرين دوليين طلعوا قالوا تسلل زي كابتن احمد الشناوي. هل حد قال حاجه على الكابتن الشناوي؟ ما هي لعبه تحكيميه ممكن يكون فيها تباين الاراء، لكن انا بقول معلومه، بقول معلومه يعني موثقه ومتاكد منها جدا، والحمد لله الواحد عنده علاقات بكل المسؤولين سواء في لجنه التحكيم في الكاف او كل المحاضرين اللي موجودين في الاتحاد الافريقي او كل خبراء اللعبه اللي موجودين على الجروبات الخاصه بالحكام الافارقه. فبالتالي انت قلت تسلل، عايز تطلع تقول عكس كده وتقول رايك في اللعبه نسمع، ما عندناش مشكله، لكن انا واثق من المعلومه بنسبه 100%. الحاجه الاخيره قبل ما اطلع فاصل، امبارح لما اتكلمت على الكابتن توفيق السيد اللي اقصده ان انت دايما تبقى زي رئيس اللجنه، تتعامل مع اللجنه دون النظر لاي الوان، واي اتصالات تجرى في هذا الموضوع لا يتم الرد عليها، لان الكلام اللي اتقال قبل كده الناس امبارح شكت ان في بعض الوجوه القديمه ممكن تكون دخلت اللجنه وحصلت تعديلات على التعيينات اللي النهارده هنشوفها في مباريات الدوري. فبالتالي منعا لاي جدل ومنعا لاي احراج، اكيد كل واحد اكيد لازم يشتغل ويركز في عمل اللجنه ولا يتلقى اي اتصالات لا من ازرق اصفر اخضر احمر ابيض من اي حد، زي ما رئيس اللجنه بيعمل كده، ملوش علاقه باي جهه في الكوره الا لجنه الحكام ومجلس اداره الاتحاد برئاسه الاستاذ جمال علاب. اكيد اكيد مهم جدا ان باقي اعضاء اللجنه لازم يكونوا ماشيين على نفس خطى رئيس اللجنه، واحنا عندنا ثقه كبيره جدا في الكابتن توفيق السيد ان هو هيشتغل لوحده، مش هيسمح باي تدخل سواء من مدير لجنه سابق او اي وجه جديد ممكن ينضم، لان انت المسؤول عن التعيينات قدامنا. فبالتالي هنشوف الفترة الجاية التعيينات دي هتكون سليمة ولا مش سليمة، لأن احنا هدفنا الحفاظ على صورة وهيبة التحكيم المصري أيا كانت الأخطاء اللي ممكن تحصل في الفترة اللي جاية. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل لسه عندنا المزيد والأخبار بعد الفاصل.
طيب عندنا اخبار مهمه جدا متعلقه بالاهلي خلال الفتره اللي جايه. يمكن اهم خبر معايا في هذه اللحظات ان شركه الكوره بتبحث حقوق الاهلي في المونديال وبتعرض تصورها على رئيس النادي. الكابتن محمود الخطيب عقد اجتماع النهارده ظهر اليوم مع مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم برئاسة المهندس عدلي القيعي وعضوية كل من الأستاذ خالد عبد القادر والأستاذ أحمد حسام أو المهندس أحمد حسام عوض. ومجلس الشركة قام بعرض التصور الخاص بها واستراتيجية العمل على الكابتن محمود الخطيب بصفة المفوض لشؤون قطاع الكرة والتنسيق الدائم بين النادي والشركة في كافة الملفات. بالمناسبة بالتأكيد الأهلي عنده مباريات كأس العالم للأندية، فعالياتها هتكون في المغرب في الفترة من 1 حتى 11 فبراير، وبالتأكيد في بعض الأمور الخاصة بالحقوق التسويقية للنادي الأهلي طبقا لشروط الاتحاد الدولي فيفا. ليك حقوق بس بمعايير وشروط معينة الاتحاد الدولي بيضعها في اللوائح، وبالتالي شركة الكرة عندها تصور لهذا الموضوع وتم عرض الأمر على كابتن محمود الخطيب، وأكيد هيكون في أمور إيجابية في هذا الملف التسويقي الخاص بالنادي الأهلي من خلال مشاركته في كأس العالم للأندية. والنادي الأهلي دايما معودنا المشاركة في كأس العالم ليست فيها فوائد فنية فقط، ولكن في أمور تسويقية وعلامة تجارية وأمور إعلانية ممكن تستفيد بيها من خلال مشاركتك في كأس العالم. الجزئية الثانية أو الخبر الثاني أن في مؤتمر صحفي يوم الجمعة إن شاء الله للكشف عن تفاصيل مشروع اكتشاف وإعداد المواهب. النادي الأهلي هيعقد مؤتمر صحفي في الواحدة ظهر الجمعة بمقر الجزيرة بحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة والسفير الهولندي في القاهرة للإعلان عن تفاصيل مشروع اكتشاف وإعداد المواهب وتنميتها. توقيع عقود المشروع بين النادي وشركة أمستردام كلينيك الهولندية هيتم بالتأكيد من خلال هذا المؤتمر، وبالتأكيد هذا المشروع هيتم الإشراف على هذا المشروع لإعداد المواهب خلال الفترة اللي جاية. طيب عندي كمان موضوع مهم جدا، وبما ان احنا برنامج الترند بالتأكيد كل التركيز بيكون على السوشيال ميديا، والسوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة عندها كلام جدا كبير جدا بخصوص محمود عبد المنعم كهربا. تعالوا نستعرض مع بعض ونشوف ايه اللي اتكتب في السوشيال ميديا تحديدا على كهربا. نبدا مع بعض حساب في الجول وخبر في الجول. الاهلي ارسل اسم كهربا ضمن القائمه المبدئيه لكاس العالم للانديه، واتحاد الكره من جانبه ارسل خطابا جديدا الى الفيفا طلبوا فيها بحسم صحه مشاركه كهربا بشكل قاطع مع نهايه فتره ايقاف. يعني البدايه كانت من خلال في الجول. طيب نروح لحساب كورة بلس. مصدر لكورة بلس: اتحاد الكرة أرسل خطابا جديدا اليوم للفيفا لحسم موقف كهربا النهائي من المشاركة مع الفريق بعد انتهاء مدة الإيقاف اللي هتنتهي النهاردة بتاريخ 11 يناير. طب نشوف السوشيال ميديا ومنصات المواقع. يمكن حساب بطولات بيقول: خاص لبطولات اتحاد الكرة تلقى خطاب رسمي من الفيفا يفيد بمشاركة كهربا مع الأهلي عقب انتهاء مدة إيقافه. إذن في تطورات إيجابية في هذا الملف. طيب كرة 11 موقع ترانسفير ماركت يعلن رفع الإيقاف عن كهربا. طب بالمناسبة هو موقع ترانسفير ماركت بالتأكيد، يعني وليس ذو اختصاص أو له علاقة بالموضوع، هو موقع يعني مجموعة من الصحفيين في أوروبا عملوا الموضوع ده له علاقة بالقيمة التسويقية والقيمة التعاقد أو قيمة انتقال كل لاعب، هو خاص بالانتقالات والكلام ده كله. ولكن قصة كهربا عشان تبقى الناس فاهمة بالظبط ايه اللي بيحصل خلال الفترة اللي جاية. اولا كلنا عارفين اللي تم الفترة الاخيرة وكان في قرار صدر من 11/7 بايقاف 6 شهور لحين السداد. الايقاف المفروض هينتهي النهاردة. في الامور القانونية واللائحية في هذا الامر النادي الاهلي دايما بيتعامل مع الخطابات الرسمية من خلال الاتحاد الوطني. الاتحاد الوطني اللي بيتعامل من خلال هذه الملفات والإيميلات اللي بيتم مخاطبة فيها الاتحاد الدولي فيفا. تأكدوا بما لا يدع مجالا للشك أن النادي الأهلي بيتعامل في هذا الملف بشكل احترافي كبير جدا جدا. أما بالنسبة للمشاركة أو عودة اللاعب للمباريات ففي نقطة مهمة جدا عايز أركز فيها والناس تاخد بالها منها، ألا وهي الأمور الإدارية بيتم التعامل من خلال إدارة النادي الأهلي، ولكن وإن شاء الله بإذن الله فيها أمور إيجابية خلال الساعات اللي جاية وهتسمعوا حاجات كويسة جدا خلال الساعات اللي جاية. ولكن الأمر الفني المتعلق بمشاركة اللاعب والدفع به في المباريات يعني خلوها كده بس إيه تذكرة ما بيننا وبينكم، وإنتوا عارفين دايما مدرسة النادي الأهلي. في مدير فني اسمه مارسيل كولر، مدرب سويسري أكيد ليه رؤية فنية إمتى يدفع باللاعب وإمتى يختاره. كلكم عارفين ان القائمه المبدئيه لكاس العالم للانديه اللي تم ارسالها بتاريخ 9 يناير يعني اول امس
تم قيد فيها محمود عبد المنعم كهربا، والاتحاد المصري سيعتمدها بعد غد. النهارده بنتكلم 11، بكره 12، يوم 13 اقصى ميعاد لاتحاد الكره لاعتمادها قبل ارسالها للفيفا. وبالتالي في الامور الاداريه الامور ماشيه بشكل كويس جدا، ولكن النقاط الفنيه ما ينفعش كل شويه نطلع نتكلم، وده هيحصل الفتره الجايه كتير. امتى كهربا يخش في القائمه؟ امتى ينزل في التشكيله الاساسيه؟ في رؤيه فنيه عند المدرب، امتى يختار التوقيت المناسب للدفع باللاعب؟ طالما اختار اللاعب في قائمه كاس العالم وهيبقى في اضافه في القائمه الافريقيه وموجود في القائمه المحليه، يبقى الراجل عايز اللاعب. امتى الدفع بيه؟ دي رؤيه فنيه، اتمنى ما يكونش فيها ضغط عشان الجهاز الفني يشتغل بشكل رائع جدا خلال الفتره الجايه. وامتى يستفيد باللاعب؟ في التوقيت اللي يفيد اللاعب ويفيد النادي الاهلي في ظل ضغط ماتشات ومنافسه قويه جدا خلال الفتره اللي جاي. أتمنى تكون الرسالة وصلت ومفيش أي داعي لأي قلق. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل لسه عندنا باقي فقرات برنامج الترند. يمكن وقتنا معاكم بيجري بسرعة، ولكن الفقرة الأخيرة والجزء الأخير من الترند هيكون ليه مشاركات الجمهور على السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة، توقعاتكم للنتيجة ومين ممكن يحرز الأهداف. أستاذ عبد الرحمن مذكور بيقول 0-2 للأهلي بإذن الله، واللي هيحرز الأهداف حسين الشحات والسولية يا رب بإذن الله. طيب نروح لنسمة أهلوية جدا، الأهلي هيفوز 0-2 بس في الحقيقة صعب توقع مين اللي هيجيب الأهداف، نكسب وأي 11 أي حد هيجيب منهم الأهداف مفيش مشكلة. أستاذ إبراهيم بيقول المباراة ليست سهلة وتمنياتي أن يفوز الأهلي ويؤكد صدارته للدوري. يا رب يكون في تفاؤل بشكل كبير. أستاذ محمد بيقول إن شاء الله 0-3 للأهلي، معلول وقفشة وشريف. طيب نبدا كمان ونشوف راي تاني. محمود ابو الروس بيقول ان شاء الله الفوز يكون حليف النادي الاهلي، نتيجه المباراه 3-0 للنادي الاهلي، هدفين لمحمد شريف، هدف كهربا، وعوده موفقه باذن الله. ان شاء الله باذن الله يكون عوده موفقه لمحمود كهربا خلال الفتره اللي جايه. استاذ طارق مصطفى بيقول ان شاء الله فوز الاهلي 0-2، عبد القادر وبرونو سافيو. طبعا الناس كلها بتتوقع النتيجه وبتتوقع الاهداف، وطبعا كلكم عارفين ان مارسيل كولر ليه استراتيجيه كده معينه في الإعلان عن قائمة الفريق، بيختار اللاعبين وبيسافر للمعسكر، وكلنا بالتأكيد بقى بنشوف القائمة النهائية لما بيتم اختيار التشكيل الأساسي ودكة البدلاء. ولكن عايز أكد إن كل الصفقات اللي انضمت للأهلي خلال الساعات الأخيرة وخلال الفترة الأخيرة جاهزة للمشاركة مع النادي الأهلي. كريستو البطاقة وصلت، موجود مع الفريق، أيا كانت رؤية الجهاز الفني يشارك ما يشاركش الأمور كلها منتهية وهيكون موجود مع الفريق خلال الفترة اللي جاية، يدفع بيه في مباراة الغد. كل دي امور متعلقه بالجهاز الفني. نفس الامر خالد عبد الفتاح، نفس الامر مروان عطيه، وما زال بالتاكيد التدعيم في الفتره الجايه لمركز راس الحربه رؤيه مهمه جدا من قطاع الكوره في النادي الاهلي. في الختام بشكر حضراتكم دايما على حسن المتابعه والمشاهده، وباذن الله نلتقي الاسبوع القادم في حلقه جديده من برنامج الترند. شكرا والى اللقاء.